بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، نفوق من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى بعد مرور هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان. وأسأل الله عز وجل أن ربنا يكرمنا ونكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون أحلى رمضان مر علينا في حياتنا، ويكون دوت فعلا يعني رمضان اللي يتقلنا فيه أبشر بخير رمضان مر عليك منذ ولادتك أمك. أتمنى نكون أقرب إلى الله ونكون أكثر طاعة لله وإقبال على الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني وحشتوني جدا جدا، والحمد لله أن احنا التقينا بكم بعد شهر رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أهلا بكم في ليلة في بيت النبي. حقيقة قبل ما نبدأ، عايز الأول كلام سريعة كده، بهني طبعا شعب مصر والأمة الإسلامية والعربية كلها بنصر أكتوبر. الحقيقة النهاردة كنت بشاهد بعض الفقرات عن نصر أكتوبر، حقيقي محتاجين نعيش فعلا جو العزة وجو النصر الجميل ده. محتاجين ان احنا نخرج من دائرة التشاؤم والذل والإحباط الغريب اللي حل بكتير من أبناء الأمة الإسلامية. أكيد محتاجين ان احنا نعيش مرة تانية الجو الجميل دوت، وروح أكتوبر وروح النصر وروح الثقة بالله قبل أي حاجة، لأن أكتوبر دي كانت ثمرة من ثمرات الله أكبر لما نطق بها جنود مصر بفضل لله، كان ليها الثمرة العظيمة والنصر على اليهود. أسأل الله عز وجل أن ينصرنا عليهم دائما، يعني إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحاجة الثانية، الحقيقة بحب أشكر كل إخواني وأخواتي اللي ببعتوا SMS عشان يسألوا على بنتي حبيبة. الحقيقة الحمد لله البنت بخير وخلصت العملية الثالثة، والحمد لله الآن في فترة نقاهة وفترة علاج بسيطة إن شاء الله. يعني ربنا يجازيكم عنه كل خير. يلا نبدأ الحلقة الميلادي، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وأنتم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة إن شاء الله ربنا يجمعنا على حوض النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أكيد الحمد لله قلوبنا مشحونة بالطاعة من شهر رمضان، قيام وصيام وعبادة وذكر لله وقراية قرآن وصلة رحم وزكاة، ما شاء الله خير كبير جدا. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. عايزين نحافظ ولو على الحد الأدنى، عايزين كل يوم ركعتين قيام ليل، عايزين نصوم اثنين وخميس وثلاث أيام في الشهر العربي، عايزين كل يوم جزء قرآن، عايزين نقول أذكار الصباح والمساء، عايزين نحافظ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نحافظ على حاجات كتيرة جدا، عايزين نكثر من الاستغفار. محتاجين إن احنا فعلا عايش مع كل لحظة قربنا من ربنا. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا، أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة. تعالوا نقرب وندخل بيت حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أدينا الآن داخلين بيت النبي. يا الله، هدوء وسكينة وإحساس أن أنت داخل تقابل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. بس زي ما اتفقنا، وإن كنتم نسيتوا بفكركم، لازم كل واحد ياخد التأشيرة عشان يخش بيت النبي، والتأشيرة دي مش هتاخدها إلا لما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، زيارة النهاردة زيارة خاصة جدا جدا ولها معنى إنساني جميل جدا. علمهن النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمنا كل خير بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام، والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح،
واحنا داخلين المره دي شفنا منظر عجيب جدا. واحد من الصحابه، الحقيقه احنا ما نعرفش اسمه لان اسمه لم يذكر في الروايه، لكن داخل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبيشتكي له من شكوى. الشكوى دي ممكن تكون عندي او عندك او عندك، ممكن تكون عند ناس كتيره جدا جدا. كان بيشتكي له من انه قلبه اصبح قاسي، قلبه بقى فيه قسوه، والصحابه قلوبهم ما شاء الله عامله زي ميزان الذهب وارقى واعظم واكثر حساسيه من ميزان الذهب بفضل الله سبحانه وتعالى. حاسس بشويه قسوه كده يعني اتسربت لقلبه، فرايح للنبي بيقول له يا رسول الله اني اشكو قسوه في قلبي. فتبسم النبي، والنبي لما كان يسال عن شيء كان يعطي حاجتين يا جماعه، وده من باب يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هو يعني كان اجود من الريح المرسله بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. قال له الراجل بيقول له انا بشتكي قسوه في قلبي، فقال اتحب ان يرين قلبك وان تدرك حاجتك؟ قال بلى يا رسول الله. فقال له كلمه حلوه قوي، قال ارحم اليتيم وامسح راسه واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك. الله اكبر. تعالوا نقف مع الحديث كده في عجاله سريعه. اول حاجه ارحم اليتيم، ليه ما قالوش اكله ولبسه وشربه واعمل كل ده؟ لانه ممكن يعمل كل دوت من باب المن ومن باب الكبر ومن باب ان انا بتصدق عليك فيؤذي اليتيم في مشاعره، لكن قال له اول حاجه ارحم اليتيم، ارحم اليتيم وامسح راسه، وبعدين واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك بفضل الله سبحانه وتعالى. اكيد هنقول طب احنا النهارده هنتكلم عن كفاله اليتيم، اي نعم هنتكلم عن المعنى الجميل ده وعن العباده الجميله دي اللي بنتقرب بيها لربنا سبحانه وتعالى، ان احنا ازاي نكفل اليتامى المسلمين، ازاي نكون كلنا كمجتمع فعلا بنتشابك ونتعاون عشان ربنا يكرمنا ونكون سبب في ان احنا نحمي الثمره الطيبه اللي طالعه ديت، ما نحسسوش بان هو اليتم خلاص يعني تمكن منه، لا بالعكس ده احنا عايزين نحسسه ان لو كان مات ابوك فليك 1,000,000,000 اب موجودين في هذا الكون بفضل الله سبحانه وتعالى، من باب المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ده عشان كده محتاجين نتكلم النهارده عن كفاله اليتامى. اكيد واحد هيقول لي طيب ما دمت هتتكلم عن كفاله اليتامى شجعنا قول لنا الثمرات، افتح الكتالوج وعرفنا ايه هي الثمرات كفاله اليتامى. هفتح الكتالوج بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، في عجالة سريعة، أول حاجة أنا لما بكفل اليتيم أنا بمتثل أمر من أمور من أوامر المولى عز وجل، ده امتثال لعبوديتي لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. يبقى إذن المولى عز وجل بيوضح ان كفالة اليتيم امتثال لامر الرب العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ده اول حاجة انا لما بعمل كده انا بطيع امر ربي حبيبي، وما دمت بحب ربي لازم اسمع كلامه، الا له الخلق والامر، ما دام خلقني يبقى امرني، وما دام امرني لابد ان انفذ، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اول حاجة انا بكفي اليتيم أنا امتثلت أمر ربي حبيبي، أنا كده ذاكر لله، لأن ذكر الله أنواع. أول نوع من أنواع ذكر الله ذكر الله عند ورود الأمر بالامتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة امتثال لأمر الله. تاني حاجة إن أنا كده لما بكفل اليتيم أنا بكرم واحد بيشارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة اليتم. حبيبنا كان يتيم صلى الله عليه وسلم، أبوه مات وهو حمل في بطن أمه، وأمه ماتت بعد ما ولدته بست سنوات. فأنا لما بكرم يتيم أنا بكرم واحد بيشارك النبي في صفة اليتم، يبقى ده إكرام للنبي نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. رقم ثلاثة أخوي وحبيبي إن والله الذي لا إله غيره وأقسم بالله غير حانث إن شاء الله إن اللي بيكفوا اليتيم بتحل البركة في بيته. عايز الدليل؟ خد الدليل بس تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، لو حضرتك تفتكر أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب يا جماعة لما كان ولاده قبل ما يروح النبي عنده بقى في البيت، طبعا بعد موت جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، لكن قبل ما يروح عند أبو طالب عند عمه يعني كان أبو طالب عنده أولاد وكده وبنات، فكانوا لما يقعدوا ياكلوا كلهم ما يشبعوش، سواء كانوا مجتمعين او فرادى، لو اكلوا لوحدهم او كل واحد لوحده او مع بعض ما بيشبعوش ابدا، ولو كانت حلب لواحد واحد منهم
قدح من اللبن يشربه كله وما يشبعش. فلما دخل النبي بيت أبي طالب حلت البركة في بيت عمه أبي طالب. فلما دخل كان إذا أكل مع أولاد أبي طالب كانوا يشبعون جميعا ويفيضوا الطعام، وإذا أكلوا وحدهم كانوا لا يشبعون. فكانوا إذا اجتمعوا على الأكل يقولوا انتظروا حتى يدخل ابني، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أكل معهم فشبعوا جميعا وفاض الطعام. وإذا جيء بقدح من اللبن كان الواحد منهم بيشربه لوحده، فكان إذا جيء بقدح اللبن كان أبو طالب يأمر النبي أن يشرب أولا، فإذا شرب النبي حلت بركة النبي في إناء اللبن وإذا بهم يشربون جميعا ويفيض اللبن كما هو. فكان أبو طالب يقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنك غلام مبارك، فعلا غلام مبارك، حلت بركة النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام فكان يشبعون وكان البيت قد امتلأ بالبركة بفضل الله. وانا احكي لك اربع قصص في عجاله سريعه بس برضو بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف قد ايه ممكن تحل البركه اخويا وحبيبي في بيتك كمسلم لو ربنا اكرمك وكفلت يتيم اكيد ربنا هيكرمك. احكي لك قصه عجيبه جدا اوردها الامام الذهبي رحمه الله رحمه واسعه، ان كان في امراه كانت غنيه وكان جوزها غني وكانوا عايشين مع بعض اجمل حياه، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الزوج يموت والاموال كلها تفنى والمراه بقت خايفه على نفسها، طب هقعد في البلد الناس هيعيروني، ان بعد ما كنت غنيه ومتزوجه جوزي مات وافتقرت واولادي او بناتي بقوا عايشين في حاله من الضنك والفقر شديده. فخرجت بالبنات من البلد وراحت بلد تانية لعل وعسى ربنا يرزقها بمن يعني يكفلها يكفل ايتامها، واذا بها حط بناتها في المسجد وقالت سأخرج لأبحث لكم عن الطعام. خرجت فوجدت رجل شيخ كبير مسلم ومعاه مجموعة من طلاب العلم، فدخلت عليه السلام عليكم، قال لها عليكم السلام، قالت له أنا امرأة مسلمة شريفة يعني عندي بنات أيتام وكده أريد منك أن تكفل بناتي أو أن توفر لهم حتى طعام الليلة. فقال لها وما الذي يدريني أنك امرأة مسلمة شريفة، أقيمي عندي الحجة والبرهان، اثبتي لي أنك امرأة مسلمة شريفة، إيش عرفني ممكن تكوني متسولة. فقالت ليس في البلد احد يعرفني، ازاي اثبت لك ان انا امراه مسلمه شريفه، ما حدش يعرفني هنا في البلد. قال لا خلاص ليس ليك يعني اي حاجه ومسيبها ومشي. فقدر ربنا بعدها بدقائق مر رجل من مجوسي، وتامل معايا القصه للنهايه عجيبه جدا، فرات رجلا مجوسيا على راس وفد قادم، فراحت الرجل المجوسي وسلمت عليه وطلبت منه طعام الليلة لبناتها، فقال لها انتظري في مكانك، وراح بعت لها زوجته، راحت واخده لهذه المرأة وخدت بناتها وودتهم البيت، أكلتهم وشربتهم وخلتهم يعني يتطيبوا ويتعطروا ويلبسوا لبس جديد و فيقدر ربنا سبحانه وتعالى الشيخ المسلم اللي رفض انه يساعدها في الاول بات في هذه الليله فنام، فلما نام خدوا بالكم راى وكان القيامه قد قامت وقد رفع لواء الحمد على راس النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما راه النبي فاذا بهذا الرجل يقترب من النبي، فراى قصرا جميلا جدا، قصر في غايه الروعه والجمال، فقال له يا رسول الله لمن هذا القصر؟ قال هذا القصر لرجل مسلم موحد شريف. قال له أنا يا رسول الله؟ أنا رجل مسلم موحد شريف. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقم عندي البينة على أنك رجل مسلم شريف. قال يا رسول الله والله أنا رجل مسلم شريف. قال أقم عندي البينة. فقال كيف أقيم البينة؟ قال وكيف كانت المرأة المسلمة الشريفة تقيم عندك البينة على أنها مسلمة شريفة؟ القصر ليس لك. فإذا بالرجل يقوم من نومه فزعا ويبحث عن هذه المرأة المسلمة الشريفة ويبحث عن بناتها، فدل على أن المرأة وبناتها في بيت هذا الرجل المجوسي، فطرق عليه الباب، فإذا بالرجل المجوسي يخرج، فإذا بالشيخ يقول له أسألك بالله رد إلي هذه المرأة وبناتها. قال لا والله هذا لا يكون أبدا. قال له أعطيك 4000 دينار. قال له والله لا يكون أبدا، أتظن أن الخير الذي رأيته لا أكون أنا جديرا به؟ فوالله لقد رأيت النبي الليلة وأخبرني أن القصر الذي رأيته أنت هو لي أنا وبناتي وزوجتي، فوالله ما بتنا في تلك الليلة الماضية إلا وقد أسلمنا لله جل وعلا أنا وزوجتي وبناتي على يد هذه المرأة المسلمة الشريفة، فالقصر ليس لك وإنما هو لي. دي بركة عظيمة جدا من بركات الإحسان.
الإحسان إلى اليتامى أخويا وحبيبي. يعني الحقيقة في قصص جميلة جدا ومؤثرة جدا، هحكي لكم قصة قصيرة كده سريعة كده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم وبعدها نطلع الفاصل. في يوم من الأيام كان في رجل فقير جدا وكان بيشتغل صياد سمك، كان كل يوم يخرج متوكلا على الله، يروح يصطاد السمك ويبيع السمك في السوق ويأتي بالطعام والشراب لأولادي. فلما جاء هذا الرجل في يوم من الأيام قعدوا بقاله هو وزوجته وولاده بقالهم يومين ما كلوش ولا لقمة، فخرج متوكلا على الله يصطاد، فاصطاد سمكة كبيرة جدا فباعها وجاب أكل وراجع البيت بقى فرحان، ولاده بقالهم يومين ما كلوش. فلما عاد وإذا بامرأة فقيرة مسكينة تبكي، فقال لها إيه اللي خليك تبكي أمي؟ قالت له عندي بنات أيتام ولم يذوقوا طعاما منذ 3 أيام. ففكر وقال سبحان الله، طب أنا أولادي بقالهم يومين مكلوش، إنما دول بقالهم 3 أيام دول أولى. فراح مديها الأكل كله ورجع حزين جدا إنه راجع لولاده وهم مكلوش ولا لقمة من يومين. وفجأة وقبل ما يقرب من باب بيته سمع واحد بينادي عليه، يا فلان. قال له ايوه. قال له انت فلان؟ قال له ايوه. قال له سبحان الله، والله بدور عليك بقالي 8 سنين، اصلي والدي كان مشارك والدك في تجاره كبيره والاموال بتاعته والربح بتاعه كله معايا وانا بدور عليكم من زمان، خد اموالك. فاصبح الرجل من اغنى الناس بفضل اطعامه واكرامه لليتامى. يعني اخويا وحبيبي عايزين نكرم اليتامى، ربنا يكرمنا ويكرمكم. فاصل قصير ونرجع لكم، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع درس ليلة في بيت النبي، ودرس ليلة بعنوان أنا وكافر اليتيم في الجنة. أخويا وحبيبي لسه كنت بقول لك إن أنت لما بتكرم اليتيم أنت بتمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة بتكرم من يشارك النبي في صفة اليتم صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة إن أنت ربنا هيكرمك والبركة هتعم في بيتك. هديك اخر قصتين في العنصر ده بالذات ونكمل بقيه العناصر في عجاله سريعه بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وانا في انتظار ان شاء الله رسائلكم الاس ام اس ان شاء الله بالمشاركه مع هذه الحلقه. واحنا مش عايزين ننسى يعني الكلمه اللي بنقولها في كل حلقه، محتاجين نقول فين هديه النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقه وصلت طبعا مجموعه اس ام اس هنعلن عنها ان شاء الله الحلقه القادمه، ومستنيين برضو الرسائل بتاعتكم طول الحلقه، وهنستقبل اتصالاتكم ان شاء الله في اخر الحلقه هذه ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، يعني ربنا يبارك فيكم رب العالمين. القصة الثالثة، الإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة، كان في يوم من الأيام كان هو بيجمع الناس اللي هم ساكنين معاه في مدينة مرو، وكان بيروح يحج كل سنة. فهم رايحين يحجوا كان يجمع منهم الأموال بتاعتهم وياخدها معاه ويروح هناك، ينزل مكة يجيب لهم الهدايا بتاعتهم، وينزلوا المدينة يجيب لهم الهدايا ويخصم ثمن الهدي ويصرف عليهم رايح جاي، وأول ما يرجعوا مرة تانية مدينة مرو يرجع لهم كل فلوسهم ما عدا فقط ثمن الهدي رحمه الله رحمة واسعة. في يوم من الأيام ومرة من المرات كانوا رايحين يحجوا، وهم ماشيين في الطريق استريحوا في مكان، فوجدوا امرأة كبيرة جدا في السن أعزكم الله بتاكل من مزبلة. فراح سألها، قال لها ايه اللي يعني خلاك تعملي كده؟ قالت له انا واهل قريتي وعندي اولاد يتامى بقالنا 3 ايام ما دقناش ولا لقمه. فاستغرب ليه؟ قالت له ما فيش اي نبات ولا زرع وحدث القحط في بلدنا، ومش لاقين ناكل ومش لاقين فلوس ومش لاقين اي حاجه خالص. فاذا بعبد الله بن مبارك يخرج صندوق المال كله اللي كان معاه بتاعه وبتاع الناس اللي معاه، وراح مدولها وقال لها هذا لك ولأولادك اليتامى ولأهل قريتك. ثم نظر إلى إخوانه الذين خرجوا للحج معه وقال هذا حجنا في هذا العام. الله أكبر. فلما رجعوا من الرحلة ديت ووصل البيت، عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة نام في هذه الليلة، فسمع مناد ينادي حج مبرور وذنب مغفور. أحيانا يا جماعة بيبقى الإنسان لما يكون حجة الإسلام وربنا أكرمه بيبقى أحيانا بيكون الأول إن هو يكفو اليتامى، يكرم ناس فقراء، يكرم واحدة أرملة، يكرم ناس بسطاء جدا، يحاول إن هو يساعد شاب عايز يتجوز، أحيانا بيكون أولى من إنه يروح يحج مرة وتانية وتالتة ورابعة. وده مش معناه إن إحنا بنمنع الناس من الحج، لكن بقول في أولويات يا جماعة. ما ينفعش إن أنا بعد ما حجيت حجة الإسلام إن أنا أروح حج 7-8 مرات وسايب فقراء المسلمين مش لاقيين لقمة ياكلوها. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم على الخير، وجعلنا
دائما متآخيين ومتحابين في جلال الله سبحانه وتعالى. آخر قصة كانت قصة غريبة جدا ومن أعجب القصص، إن واحد مرة دخل أحد المدن فوجد رجل حداد. الحداد دوت كان بيحط إيده في النار ويطلع الحديد من جوه من غير ما يتأثر بالنار، فقال له سبحان الله أنت تفعل هذا، أكيد أنت رجل من الصالحين، ادعي لي. أخذ ذلك، أنت عارف إيه الناس لما تشوف واحد مثلا ربنا أكرمه بكرامة على طول يقول لك ادعي لي. فقال له ادعي لي. قال له يا أخي والله لست كما تظن، ولكن هقول لك على قصة عجيبة جدا. قال له قول لي. فقال له اللي حصل إن أنا في يوم من الأيام أنا كنت في هذا المكان بشتغل، وفجأة جاءت امرأة جميلة في غاية الحسن والجمال وطلبت مني مساعدة، فلما رأيتها فتنت بها، قلت لها اديكي اللي انت عايزاه بس تيجي معايا البيت، عايزاً بالله أفعل معك المعصية. فذهبت وغابت ثم رجعت إلي، قالت له والله لقد بحثت عمن يقرضني فلم أجد، فأحوجتني الضرورة إلى أن آتي إليك. فلما أراد أن يذهب بها إلى البيت قالت له طيب ممكن تعطيني بس جزء من المبلغ عشان أذهب لبنات اليتامى، ولادي يتامى ومش لاقين لقمة بقالهم يومين ما كلوش، أوديلهم بس أكل ياكلوه وأرجع لك تاني. فأخذ عليها العهد والميثاق إن هي ترجع له تاني، قالت له والله لأرجع لك. خدت الفلوس جابت أكل ودت لولادها اليتامى وراحت رجع له تاني. فلما دخلت البيت فأغلق الباب، قالت له بتغلق الباب ليه؟ قال لها لأني خايف من الناس. قالت له سبحان الله، ألا تخشى من رب الناس؟ قال لها ربنا غفور رحيم. فلما أراد أن يقترب منها لقاها بترتعش وترتعد في رأسها، قال لها في إيه؟ قالت له خايفة من ربي، عمري ما وقفت أبدا هذا الموقف في معصية ربي سبحانه وتعالى، بالله عليك اتركني لله وأعطني المال وسأدعو الله أن ينجيك من نار الدنيا ومن نار الآخرة. فإذا بالرجل بوازع بسيط من الإيمان كده في قلبه الحمد لله ارتفع، وقال لها الحمد لله إن أنت فعلا أيقظتيني قبل أن أقع في هذه المعصية، خد الفلوس ومش عايز منك حاجة، تركتك لله. بيقول فمنذ تلك اللحظة وأنا أسير في طريق الله، في هذه اللحظة في هذه الليلة بيقول نمت فرأيت امرأة في غاية الحسن والجمال، فتقول لي بارك الله فيك يا بني، نجاك الله ووقاك من نار الدنيا والآخرة. قلت من أنت؟ قالت أنا أم تلك الفتاة التي تكفل أيتامها، لما أكرمتها دعوت الله أن ينجيك من نار الدنيا ومن نار الآخرة. بيقول له فمنذ تلك اللحظة والله ما وضعت يدي في النار فمستني النار أبدا بفضل الله، وأسأل الله أن يجعلها وقاية لي من نار الآخرة. أخوي وحبيبي تحل البركة في بيتك لما بتكفل يتامى. تعال نشوف رقم 4 اللي احنا قلناها في بداية الدرس، من أراد أن يلين قلبه وأن يدرك حاجته فليرحم اليتيم، كما قال النبي للصحابة لما شكاله أسوة قلبه قال له أتحب أن يلين قلبك وأن تدرك حاجتك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ارحم اليتيم وادنه منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. ربنا هيكرمك، قلبك هيلين لما تسمع القرآن، هتتأثر هتبكي لما تسمع كلام النبي، هتتأثر بجد لما تعايز ربنا يكرمك بأي حاجة، هتدرك حاجتك بفضل الله لما تعمل حاجة صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ربنا هينجيك من مصارع السوء بفضل الله بسبب صنائع المعروف بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 من ضمن ثمرات كفالة اليتامى سلامة المجتمع من الحقد والحسد. لما أنا أكفل اليتيم وده يكفل اليتيم وده يكفل اليتيم، خلاص ما عادش حد يحسد حد ولا يحقد على حد، لأن الحمد لله المجتمع متكامل، الكل متآلف، الكل بيساعد بعضه، الكل بيحب بعضه، الكل خايف على بعضه، المجتمع يصبح سليم. غير أن أنا أعيش حياة الأثرة والأنانية أنا ومن بعد الطوفان، وإن أنا يعني أعيش على مبدأ اللي عوز البيت يحرم على الجامع، ربنا عافينا وعافيك من هذا المثل، يبقى المجتمع يصبح سليم، يصبح أفراده كلهم متحابين متآلفين بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 6 إن كفالة اليتامى دليل على صلاح المرأة التي أوقفت حياتها على كفالة اليتامى. امرأة جوزها مات لها أن تتزوج، لكن الأعظم في حقها، مش بقول معنى كده أنها بقى تقول خلاص أنا يعني مش هتجوز ومش هعيش حياتي، لكن بقول الأعظم أجرا لها إن هي تكفل اليتامى دولت وتعيش وتقضي حياتها كلها في كفالة اليتامى، سواء لوحدها أو مع زوج، لكن لا تترك هؤلاء اليتامى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلى عليه، والحديث رواه أبو يعلى بإسناد حسن كما حسن الحافظ الفتح، إن النبي بيقول أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني، امرأة بتبادر النبي بتسابق النبي عشان تخش الجنة معاه، فقال من أنت؟ قالت أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. الله أكبر. فدل هذا على عظم مكانة المرأة التي تكفل أيتامها، لأن كافل اليتيم يا جماعة مش لازم أن أنا أكفل يتيم غريب عني، لأن كافل اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره،
في الجنة هكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 7 أخوي وحبيبي، هتفوز بحسنات لا تخطر على قلب بشر بالمسح فقط على رأس اليتيم. جربت مرة تمسح على رأس يتيم؟ روح كده دار أيتام وشوف الأطفال اليتامى، وخليك ذكي، اجمع الأطفال كلهم وعدي إيديك كده على رأس كل يتيم، امسح على رأسه. والله الذي لا إله غيره، لما تسمع الحديث دوت قلبك هتقول يا خبر أبيض، ده أنا من بكرة لازم أروح دار أيتام وامسح على رؤوس كل الأيتام. اسمع الحديث بعد ما تصلي، صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه قال: من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة حسنات، مش حسنة، حسنات ده لفظ الحديث، كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، خد بالك. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. الله أكبر. يبقى لما تمسح على رأس يتيم، شوف بقى يتيم بقى، شوف رأسه كام مليون شعراية، كل لما تعدي إيديك على شعر طفل يتيم يتكتب لك بكل شعراية حسنات، فلك أن تتخيل كام مليون حسنة تتكتب لك أخوي وحبيبي، وكتب لك أخت الفاضلة بالمسح فقط على رأس اليتيم. والمسح ده هيفيد اليتيم في إيه؟ بيشبعه حنية، بيحسسه إن أبوه ما ماتش، بيحسسه إن كان أبوه مات فكل الأمة آباء وأمهات ليه، بيحس إن الدنيا كلها حواليه، هم أسرته وحبايبه اللي واخدينه في حضنهم بفضل الله سبحانه وتعالى، بيخليه يطلع إنسان سوي، مش حاسس بالحقد على المجتمع، مش حاسس إن هو عايش في الدنيا لوحده، مش حاسس ان هو انسان منبوس في المجتمع، بالعكس حاسس ان المجتمع كله بيحبه وبيقدره وبيحترمه وبيعتبره شخص بناء في المجتمع. يطلع الولد سوي ما شاء الله، وتطلع البنت سوية، ينفعوا وطنهم وينفعوا دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي، رقم 8 من ثمرات كفالة اليتامى ان الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ده كلام مين؟ ده كلام حبيبك صلى عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. حديث في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفطر، وكالصائم الذي لا يفطر. الله اكبر. لا بقى اجر بقى كبير قوي، يعني اللي بيسعى على الأرملة والمسكين. وخد بالك الأرملة دي امرأة تأيمت على، قد يكون عندها أيتام، امرأة أرملة مات زوجها وقد يكون عندها أيتام، فإن كان الأجر بهذه العظمة لمن يكفل هذه المرأة الأرملة، فما ظنك بمن يكفل أيتامها الضعفاء المساكين؟ واضح المعنى؟ فالنبي عليه بيقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الله أكبر، وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، زي الإنسان اللي بيصوم على طول واللي بيقوم الليل على طول واللي بيجاهد في سبيل الله، دوت الساعي على الأرملة والمسكين زيهم بالضبط في الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. هو حبيبي ده وصل الأمر إن ربنا ييسر لغلامين يتيمين نبيين كريمين، واحد منهم من أولي العزم الخمسة، علشان يبنوا جدارا ليتيمين. قال جل وعلا: وأما الجدار، في سورة الكهف، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. الله أكبر. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. والآية دي على فكرة أكبر دليل على نبوة الخضر عليه السلام، لأنه قال إيه؟ وما فعلته عن أمري، يبقى بوحي من الله سبحانه وتعالى. يبقى الخضر كان نبيا، وموسى عليه السلام كان نبيا رسولا من أولي العزم الخمسة. يا الله، سبحان الملك، ربنا يسخر واحد من أولي العزم الخمسة ونبيا كريما عشان يبنوا جدارا لغلامين يتيمين. من عظمة هذا الأمر بفضل الله، كمثال كفالة اليتامى والإحسان إلى اليتامى. رقم 9، الفوز بشفاعة اليتيم. أخو حبيبي دايما بقول الكلمة ديت واحفظها مني كده، إن اليتامى والفقراء والمساكين لهم دولة يوم القيامة. يوم القيامة اليتيم اللي انت بتكرمه، عشان كده بقول لك بالله عليك لما تكفل اليتيم ما تكتفيش بان انت تبعت 20 جنيه 100 جنيه كل شهر وترميهم في اي مكان، لا، انا عايزك تعمل الاحسن، عايزك لما تكفل اليتيم تروح تتعرف عليه، رحت جمعية شرعية، رحت اي مكان، قول لهم انا هكفل اليتيم الفلاني وده تبع انا اللي اصرف عليه كل مصاريفه واتكفل بكل مصاريفه،
واضح كده؟ وروح له زوره وقت ما تفضى، وسلم عليه وهات له لبسه واكله وشربه وحاجته، او انت تديهم هم يجيبوا له، يعني ما تشغلش نفسك. المهم ان انت تكرمه. ليه؟ لان اليتيم ده له دولة يوم القيامة. فان كان اليتيم من اهل الجنة فاذا جاء يوم القيامة واراد ان يدخل الجنة واذا بالحق جل وعلا يقول له ارجع الى ارض المحشر، فمن اطعمك في طعمة او كساك في كسوة او سقاك في شربة ماء فخذ بيديه وادخله الجنة، يجي لك ياخد بايدك الى جنة الرحمن. ويعني يحضرني هنا قصة كده اختم بها قبل الفصل الثاني. قصة واحد بيقول كنت مكبا على الذنوب والمعاصي، ما فيش معصية في الدنيا دي كلها ما عملتهاش. في يوم من الأيام لقيت طفل يتيم، قمت واخده البيت ودخلته الحمام وغسلت له جسمه ولبسته لبس جديد وأكلته أكل جميل وعملته كأنه ابني بالظبط يمكن أكتر. قال فنمت في تلك الليلة فرأيت كأن القيامة قد قامت، فلما حسبت أمر الله عز وجل الملائكة أن تأخذني إلى نار جهنم بسبب المعاصي اللي أنا كنت بعملها. بيقول فلما اخذوني الى النار واذا بغلام يتيم، اللي هو الغلام اللي انا اكلته وشربته في الليله دي، بيعترض الملائكه، قال خلوا عنه يا ملائكه الرحمن فاني ساشفع له عند ربي. فقالوا انا لم نؤمر بذلك، احنا ما طمناش بكده، لازم ندخله النار. واذا بالحق جل وعلا يقول سبحانه وتعالى خلوا عنه يا ملائكتي فقد وهبت له ما كان منه بشفاعه اليتيم واحسانه الي. قال فاستيقظت من النوم وبذلت حياتي كلها لخدمة اليتامى ولكفالة اليتامى. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا رقيقة رحيمة بيتامى المسلمين. نلتقي بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. في حضن البيوت يعيش الدفا سعد بنور نبي الوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي، والليلة دي بنقضيها مع أنا وكافل اليتيم في الجنة. أخويا حبيبي أنا في انتظار رسائلكم إن شاء الله، في انتظار اتصالاتكم في آخر الحلقة ديت إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما. إحنا قلنا إن في 10 ثمرات لكفالة اليتامى، قلنا 9 ثمرات وباقي الثمرة الأخيرة اللي هي أعظم ثمرة وأجمل ثمرة. أخويا حبيبي إحنا عمالين بنتكلم بيقول ليلة في بيت النبي، طب بالله عليك وبالله عليكي ما نفسكش تشوف النبي؟ ما اشتقتش للقاء النبي؟ أنت لو كفلت اليتيم مش هتشوف النبي في الجنة وبس، أنت هتكون مع النبي في الجنة. والله الكلام ده مش من عندي، خد الحديث بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار وضم النبي بين السبابة والوسطى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الطبراني في الأوسط بسند صحيح قال أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهتين، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أخويا حبيبي هتكون مع النبي في الجنة، عايز إيه أكتر من كده؟ هتكفل اليتيم بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا هيكرمك. وبعدين عايز أقول لك كلمة صغيرة، كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، وكما تزرع تحصد، والإنسان لما بيعمل خير بيلاقي الخير، ربنا يكرمنا ويكرمك. لك أن تتخيل لما تنظر للطفل اليتيم قل لعل وعسى ربنا يا رب يكرمكم ويحفظكم لأولادكم ويبارك لكم أولادكم رب العالمين ويبارك لأولادكم فيكم. افرض ان انا النهارده انا مت واولادي بقوا يتامى، يبقى انا لما بكفل اليتامى انا بضمن لأولادي ان شاء الله ان ربنا هيكرمهم ويهيئ لهم ناس يكفلوهم. اكيد، ما هو الجزاء من جنس العمل يا جماعه، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. دايما الانسان اللي بيعمل خير لازم يلاقي الخير، ده قانون رباني. شوف قد ايه من يعمل خير، يعني سبحان الله اي حد يشوف قد ايه، فمن يعمل مثقال ذره ايه خيرا يرى. اي حاجه هتعملها لازم هتلاقيها، واي شر هتعمله لازم هتلاقيه، عشان كده لازم نقدم الخير. انا مش بكفل اليتامى عشان ربما اولادي يتيتموا، لكن انا بكفل اليتامى لان ده امتثال لامر ربي، ده امتثال لامر حبيبي صلى الله عليه وسلم، ده عبوديه لله سبحانه وتعالى. البركه هتحل في بيتي، ربنا هيكرمني ان شاء الله دنيا واخره، هكون مع النبي في الجنه، ودي كفايه لوحدها بعد امتثال الامر ربي ان انا اكون مع سيد ولد ادم في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حد فينا بعد ما سمع الكلام ده كله ممكن يتخيل ان هو يعني ممكن يكسر عن كفالة اليتيم؟ هكلفك ايه؟ يعني لو كفلت يتيم وكلفك كل شهر 100 جنيه مش قادر 50 جنيه، خلاص يعني المسألة على الآخر يعني 10 جنيه، ادفع أي مبلغ.
مش لازم تكفوا اليتيم بعينه، يعني ممكن تكفوا اليتيم بعينه وتكفره من الالف للياء، لكن مش قادر خلاص اكفل، يعني ساعد في الكفاله، ادفع 10 جنيه كل شهر، برأ ذمتك امام ربنا سبحانه وتعالى. وعايز اقول لك نصيحه بقى من اخوك الصغير، اضرب لنفسك بسهم في كل باب من ابواب الخير، خليك ذكي، اعرف ازاي تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بذكاء بجد وتحصل على خيرات كبيره جدا. يعني في باب الصدقه خلي ليك باب كفالة يتامى مثلا، يعني في باب الصلاه خلي ليك باب، خلي ليك برضو اضرب بسهم ركعتين قيام ليل، في الصيام صيام اثنين وخميس، في الحج حج ولو مره واحده حجه الاسلام، في العمره اعمل عمره ولو مره واحده، العمره يعني مره واحده في حياتك، فاهم ازاي؟ في باب مثلا الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ذكر الناس بالله ولو مره واحده في عمرك، في باب الدلاله على الخير، دل الناس على الخير، على برنامج طيب، على كتاب طيب، على شريط طيب، دل الناس على مسجد فيه شيخ ما شاء الله بيعطي درس. في كل سهم من ابواب الخير اضرب لنفسك بسهم عشان لما تيجي يوم القيامة تبقى فعلا مشارك في كل أبواب الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا حبيبي محتاجين إن احنا فعلا نحفز الأمة كلها، ونقول من النهاردة واجبنا الأسبوع ده يا جماعة إن شاء الله نروح نزور دور الأيتام، أقرب دار، أنا مش هكلفك أكتر من طاقتك، أقرب دار أيتام جنب منك أو جمعية شرعية جنب منك أو أي مكان من دور الأيتام، روح وزور وطبطب على راس اليتيم، والله انت الكسبان اخويا حبيبي. ممكن يتوقف دخولك الجنه يوم القيامه على حسنه واحده، فتخيل بقى لما تعد ايدك على شعر اليتيم كم مليون حسنه بتاخدها بمسحه ايد، بمسحه ايد. احيانا يا جماعه في اعمال بسيطه جدا في حياتنا مش هتكلفنا حاجه، وممكن دي تكون سبب دخولنا الفردوس الاعلى. ممكن واحد يكون طول الليل بيصلي قيام ليل وعمال بيصلي وبيبكي وبيخشع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ويصبح الصبحيه وهو معدي يلاقي غلام يتيم فيمسح على راسه ويديله بونبونايه. المسحه الراس ديت والبونبونايه ممكن تكون هي سبب دخوله الجنه اكتر من قيام الليل. احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، اعظم حاجه ان انت تدخل السرور والسعاده على مسلم. محمد بن المنكدر رحمه الله رحمه واسعه بيقول بقى، شو بقى الناس لما تفهم الدين صح، قال بت ليله، بت ليله اغمز اطراف امي، امه كان عندها مرض فكان الدم ما بيوصلش لاطراف جسمها، فقعد يدلك لها ايديها ورجليها طول الليل. قال وبات اخي يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله. رايك ايه يا محمد بن المنكدر؟ قال فوالله ما ارضى ليلته بليلتي، انا ليلتي انا افضل عند ربنا من ليلته هو. ليه؟ لان انا الخير بتاعي وصلته لامي، اما الخير اللي هو عمله فده خير لنفسه هو بس. اخويا حبيبي انت ممكن تكون قاعد بتقرا قران وقاعد مستمتع وبكل حرف 10 حسنات، انا معاك، من قرا حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه والحسنه بعشر امثالهم. لكن فجأة وانت بتقرا القرآن جاءك رجل ملهوف، الحقني الله يبارك فيك، ابني وقع من فوق السطوح. فجريت قفلت القرآن وحطيت المصحف في جيبك وجريت معاه عشان تلحق ابنه، فخدته بعربيتك وجريت على المستشفى فأنقذت حياته بفضل الله سبحانه وتعالى. لك ان تتخيل الأجر اللي ممكن تحصل عليه في اللحظة دي أعظم من ان انت تختم القرآن 100 مرة. عايزين نفهم ديننا صح، عايزين نفهم ان في حاجات بسيطه في حياتنا احنا لو خدنا بالنا منها بفضل الله سبحانه وتعالى نقدر نتحصل على خيرات كتيره جدا وعلى حسنات كتيره جدا لا حصر لها ولا حدود. من ضمن ابواب الخير اللي مفتوحه لنا، عايز تكون في الجنه؟ لا مش في الجنه وبس، مع النبي في الجنه. ده في حديث جميل قوي هقوله لك بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الصغير والاوسط بسند الحسن، ان واحد بمناسبة موضوع بقى ان انت تكون مع النبي في الجنة، ان واحد راح للنبي قال له يا رسول الله والله لانت احب الي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس اجمعين، واني لا اكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتي فانظر اليك، فاذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا انك اذا مت رفعت في الجنة مع الانبياء، وانا اذا مت ودخلت الجنة فاني اخشى الا اراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربيعة
رضي الله عنه وأرضاه، الحديث رواه مسلم، لما النبي قال له سل لي شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، ولم يتردد، مع أن ربيعة كان من أهل الصفة وفقير وعنده 17 سنة وكان نفسه يتجوز ومش لاقي ياكل، ورغم ده كله ما كانش في فكره أي حاجة في الدنيا يا جماعة إلا أنه قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. النبي حب يرجع قال له أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله، أنا مش عايز من الدنيا غير أن أكون معك في الجنة يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. حيانا في انتظار اتصالاتكم عشان نتفاعل مع الموضوع ده، تخلوا اتصالاتكم في موضوع كفالة اليتامى، محتاجين ان احنا نفتح قلوبنا ليتامى المسلمين. معنا الشريف ام اسلام من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. لو سمحت عم ايه بنتك حبيبة؟ الحمد لله، دعواتك ودعوات المسلمين كلهم ليها، ربنا يشفيها ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. طب لو سمحت يا شيخ محمود، هو اليتيم بيكون يعني يتيم الام ولا الاب؟ لا، بيكون يتيم الاب. بيكون يتيم الام. اليتيم الام ينفعش الواحد يتكفل يعني بيه؟ يا تكفليه ربنا يبارك فيك يا رب. ممكن يكون الاب فقير والام هي اللي تكون كانت بتنفق، يعني زي احوال كتيره في بيوت، يعني كتيره دلوقتي بيبقى الام هي اللي بتنفق يعني، والاب قاعد في البيت ربنا يكرمه. فيعني ممكن الام لما تموت يبقى مات المصدر اللي بينفق على هذا الطفل، فبرضه تاخدي اجر كفالته ان شاء الله. ربنا يحفظك يا رب. الله يخليك يا شيخ محمود. ربنا يحفظك خالص والله يا شيخ محمود. ربنا يخليك. الله يخليك يا ام اسلام، ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي ان شاء الله. الله يخليك احنا وانت وسلام. ربنا يحفظك يا ام اسلام. ربنا يخليك. احنا طبعا معانا الحقيقه اس ام اس جميله جدا جدا الحقيقه. اخت قالت حطيت، الاخ اسمه اسلام قال حطيت خطه علشان اغير من اخلاقي للاحسن هديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يجازيك كل خير يا استاذ اسلام. قال ابو احمد بيقول وصلت رحمي قبل رمضان هديه للنبي، ربنا يجازيك كل خير، صله الرحم شيء عظيم جدا جدا. الدكتور محمد قال سامحت ناس اذتني اذيه شديده جدا صله الرحم اولادي ولوجه الله وهديه للنبي، جزاك الله خير يا دكتور محمد. انا دعاء من سوهاج، بصلي الفجر وقيام الليل وتركت الافلام والاغاني وبقرا القران هديه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبتقول ادعي لي بالزوج الصالح، ربنا يجوزك ويجوز كل بنات المسلمين يا رب العالمين. الاستاذ مصطفى محمود بيقول اقدم هديه للنبي استغفار والصلاه على النبي وركعتين قيام ليل، ربنا يبارك فيك، وبيقول اسال الله العظيم ان يشفي حبيبه، ربنا يجازيك كل خير يا رب العالمين. الاستاذ مصطفى من اسوان بيقول هديتي للنبي هي الامانه وبر الوالدين، ربنا يحفظك ويجازيك عنا كل خير ويتقبل. يعني اخت رقيه بتقول اسال الله ان يشفي حبيبه، ربنا يجازيك عنا كل خير، ونعتبر برضه هديتك للنبي صلى الله عليه وسلم. الاستاذ محمد بيقول ارجو انك تطمن على بنتنا حبيبه، ربنا يجازيك كل خير. الاستاذ ابو محمد الهاشمي قال هديتي ان اطعم اولادي من الحلال. والله حاجه جميله قوي، حاجه جميله قوي ان اب يفكر فعلا ان لا يمكن ادخل على بيتي لقمه حرام، ان شاء الله مش هاكل ولادي الا الحلال، ربنا يجازيك كل خير. التائبه هي بعتت اسمها بهذا العنوان، التائبه، وربنا يجعلنا واياكم من التائبين. هديتي ان البس ملابس واسعه بالرغم من اني كنت البس نقاب الا ان ملابسي لم تكن واسعه. الاستاذ عبد العظيم عفيفي قال ساقيم مسابقه دينيه لاطفال الحي هديه للنبي صلى الله عليه وسلم، طب ربنا يبارك فيك يا استاذ عبد العظيم. الاستاذ علي الباشا قال سارد على شبهات غير المسلمين وادعو الى الله عن طريق النت هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. طب معانا تليفون الاستاذ عبد المحسن من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا اهلا وسهلا بحضرتك. بالنسبه لموضوع الحلقه اليتيم، نعم، هنالك مشكله عندنا في يعني مثل جمعيه الزكاه او جمعيه احياء التراث الاسلامي، نعم، انه ما في ادله مثلا للوصول اليتيم، انه فقط تدفع الفلوس وتروح. يعني في السابق كان الواحد يلتقي اليتيم، نعم، الان الايتام اصبحوا عباره عن صور فقط موجوده هناك، نعم، فلا يعني انه في تكنولوجيا، الواحد وده يعني يستشعر العمل الصالح اكثر. ربنا العمل يعني النية موجودة والحمد لله، نعم، لكن مجرد انه تدفع هل يكون هنالك اجر لهذا الشيء؟ نعم. ام انه الواحد يجب ان يتواصل بشكل يعني زيارة مثلا لليتيم الى اخره؟ حاضر سمع. وشكرا لك. ربنا يخليك. نعم، ام محمد من مصر، هنجاوب حالا. ام محمد السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب. وانت في الصحه والسلامه وكل المسلمين رب العالمين. كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. بص يا شيخ محمود، انا ليا اتنين اخواتي ايتام وكده. ربنا يكرمك يا رب. فانا طبعا والدي كان متوفي وانا كنت لسه يعني طالعه اولى ثانوي، فاحنا كنا ثلاث بنات وثلاث صبيان وكده. نعم نعم. فطبعا الثلاث بنات اتجوزنا. نعم. بقي ايه الثلاث صبيان، ففي يوسف واحمد صغيرين يعني 10 سنين 11 سنه. نعم. فيعني بالنسبه للزكاه بتاعه رمضان وكده انا بديها لهم، بس ايه على اساس انا من جوايا هي الزكاه اللي هو بتاع الافطار وكده. نعم. افطار رمضان وكده. نعم. هل ده ينفع؟ ربنا يكرمك اختي، ربنا يحفظك. اولا هي الزكاه لا تجوز على الاصول ولا على الفروع، انما تجوز لاخواتك طبعا، وتجوز لقرايبك، وتجوز لجيرانك، تجوز للناس دي كلها. ربنا يكرمك يا رب العالمين. ويعني برضو احنا عايزين نقول حاجه، عايزين نقول برضو احنا مش عايزين يعني عايزين برضو حته الانفاق على اخواتك اليتامى الصغار دول، ربنا يبارك فيكي، ما تبقاش فقط مقصور على ان دفع زكاه رمضان او غيره، يبقى انفاق على قد ما تستطيع وان شاء الله ربنا هيكرمك. سؤال كمان يا شيخ محمود. اتفضلي. انا زوجي يعني الحمد لله يعني هو يعني يعرف ربنا كويس الحمد لله. ربنا يكرمه. برضه بالنسبه للبس العيد وكده هو بيجيب لهم لبس عيد وكده. ربنا يكرمه. فيعني هو ده يعتبر كفاله وكده هم. طبعا كفاله اليتيم بكل حاجه، بالاكل بالشرب باللبس بالسكن بالعلاج بالدراسه بكل حاجه، ربنا يا رب ياجركم. عايز اجاوب على الاستاذ عبد المحسن، عايز اقول له حاجه، ان تيسر لحضرتك يا استاذ عبد المحسن ان انت تشوف يتيم بعينه وتكفره وتروح وتمسح على راسه وتحاول تعامله معامله طيبه كده وتحسسه فعلا بقربك منه، ده طبعا ده الاجمل. لكن لو لم يتيسر لك الا موضوع الصور ديت ولم تصل الى اليتيم نفسه، فانت ماجور في كل الاحوال ان شاء الله، وربنا ما يحرمكش من الاجر ان شاء الله، وربنا يكرمك ويجعل ده في ميزان حسناتك. وانا بنادي النهارده كل المسلمين، بقول بالله عليكم واجبنا الاسبوع ده بالله عليكم، في اي يوم تفضوا فيه يا جماعه انزلوا شوفوا اليتامى، طبطبوا عليهم، حسسوهم بالفرحه. يا ريت يعني كان نفس الحلقه دي تكون قبل العيد عشان ننزل نعيد عليهم ونديهم هدايا العيد ونديهم العيديات ونجيب لهم لبس العيد. ربنا يكرمكم ويأجركم ان شاء الله، لكن نقدر ان شاء الله نستدرك الخير ونعمل خيرات كتيره جدا. ولسه داخل علينا ان شاء الله عيد الاضحى، يا ريت من دلوقتي نجهز نفسنا ان احنا نشوف اي مكان لليتامى ونجيب اليتامى دول نجيب لهم لبس ونجيب لهم هداياهم واللعب بتاعتهم ونحاول نقرب منهم اكتر. والله ربنا يكرمكم، هتحسوا بالبركه اللي ما تتخيلهاش. وابشروا بقى، ما فيش قرش هتصرفوه الا لما هيرجع لكم اضعاف مضاعفه. ده مش كلامي، ده كلام ربي جل وعلا. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. شوف لما ربنا بقى يخلف عليك وحبيبك ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه. الله اكبر الله اكبر. مين معانا يا استاذ شريف؟ الاستاذ احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك يا استاذ احمد. الله يحبك في الله. والله احبك اللي زحتني فيه. انا ما عرفتك على سؤال والله يا شيخ. ربنا يبارك فيك، الصوت مش سامعه بس يا استاذ احمد. انا والله يا شيخ عملت يوم النهارده وانا تاب لله انا ربنا يبارك فيك. معلش انا الصوت مش واضح عندي يا استاذ شريف، لو بس تحاول توضح الصوت شويه. عامل ذنب ومش عارف تعمل ايه. ربنا يبارك فيك يا رب ويتوب علينا عليك يا رب. عايز اقول حاجه يا استاذ احمد، مفيش حد يائس من رحمه ربنا، احنا ما بنجرأش الناس على معصيه ربنا، لكن بنقول يعني ربنا قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. تحدث توبه الان يا استاذ احمد ان شاء الله، ربنا يكرمك تتوب دلوقتي قبل ما تعد عليك ساعة ولا تعد عليك يوم ولا غيره. توب إلى الله واستغفر الله سبحانه وتعالى ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، وأكيد ربنا هيقبلك. فضل إيه يا استاذ شريف؟ طيب في اتصالات؟ طيب نكمل اس ام اس. ارجوك ادعي لايمن وعماد بالتوبه والهدايه، ربنا يتوب عليهم ويهديهم يا رب العالمين. اخت مروه، انا متجوزه من سنه وثلاث شهور، ادعي ربنا يقدرني على طاعه زوجي وينزع مني الخوف ويرزقني انا واللي زي ذريه صالحه، ربنا يرزقهم يا رب ذريه صالحه. غاده، يا شيخ محمود ادعي لي بالهدايه في الثلث الاخير، ربنا يا رب يهديك ويبارك فيكي. الاخت رضا بتقول ادعي لي بالذريه الصالحه، ربنا يرزق كل اخت حرمت من الذريه الصالحه بالذريه الصالحه ان شاء الله. نشوف اللي بعدها، يعني الصفحه اللي بعدها. وصلت قاعده قرينا خلاص. هديتي المحبه لك في الله، وانا اسال الله عز وجل ان يجعلك من اهل الجنه جزاكم الله خيرا. فاني ورب الكعبه احبك في الله. الاستاذ محمد سمير، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. اخر تليفون ام احمد من مصر. طيب السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ الله يبارك فيك يا ام احمد. الله يخليك.
عايزه اقول لحضرتك، حضرتك اليتيم اللي هو اللي ابوه توفى، نعم، الام اللي بتقعد، طب والام المطلقه اللي بتصرف على اولادها وقاعد عليهم ربنا يكرمك يا رب. ما طبعا خدي بالك من حاجه يا ام احمد، احنا كده كده مأجورين على اي خير بنعمله، اي خير بنعمله احنا مأجورين عليه. لو ام مطلقه وجوزها عايش بس مطلقه وبتصرف على الاولاد، فاحنا لما بننفق على الاولاد دولت بناخد اجر عظيم جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن احنا بس حته اليتيم طبعا بنتكلم عن اليتيم اللي فقد ابوه، ده بينطبق عليه الاحاديث اللي احنا ذكرناها ديت. اما الثاني فابوه موجود، هو في حكم اليتيم، ما بيسالش عليه، ها ما بيسالش عليه، انا واخد بالي، لكن انا بقول طبعا الانفاق عليهم طبعا له اجر عظيم جدا جدا بفضل الله، يعني اظن انه ما يقلش عن انفاق على اليتامى. زي مساله مثلا ربنا يبارك في حاجه زي مساله الطفل اللقيط ده، الطفل اللقيط ده يعني طب ما هو لقيط، يعني لا ليه ام ولا اب موجودين، وممكن يكون الام عايشه والاب عايش، والاجر برضو اجر الانفاق عليهم ان شاء الله ما يقلش ابدا عن الانفاق على اليتامى، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الوقت خلص شريف، طيب ان شاء الله ربنا يبارك فيكم ويجمعنا واياكم على خير ان شاء الله. يوم الثلاثاء اللي جاي حلقه ان شاء الله مفاجاه ان شاء الله، ربنا يجمعنا واياكم على خير. بالله عليكم كتروا من الصلاه على النبي وركعتين قيام ليل وجزء قران ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على خير. وكفاله اليتامى اوعى تنسوها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من ازاز بفرش وجهاز، لكن من القلوب الايمان اختفى. بنور